بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الرئيس أيها الأخوة، أسعد الله صباحكم. في الأمس قرأنا في الصحف المحلية بعض ما دار في مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بإعادة النظر عن اتفاقية السيداو، وذلك بطلب من المجلس الأعلى للمرأة، وبالأخص إعادة النظر في المادة 16 و2 المتعلقة بمساواة الرجل والمرأة. لا شك مع الرئيس أن المرأة هي أم وهي أخت وهي بنت وهي نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله، لأن هي تلد النصف الثاني. لكن أن نساوي في أمور شرعها الله عز وجل، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول، الله قال القوامة للرجل، قال لا، القوامة للرجل وللمرأة. والميراث الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا، ليش؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله اللي خلقنا وقال لنا الرجل هكذا والمرأة هكذا، والمرأة سورة تتلى في حقها إلى يوم القيامة، وما في دين أكرم المرأة مثل الإسلام. والآن يبون يسوون قوامة للمرأة، والله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء. فأعتقد يعني معالي الرئيس، الله أنقذنا، كيف نحارب شرع الله عز وجل؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ما يصير نقول عن مادة تخالف الشرع إطلاقا نقول والله نعيد النظر فيها بما يوافق الشريعة الإسلامية. شكرا معالي الرئيس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.